طبعاً أول سؤال يجي في بالنا، إيش بيكون هو سبب تلف الأعصاب في عضلات العين عشان يصير هذا الموقف؟ هلأ هذا السؤال شوي تحديداً من اختصاص أطباء العيون، وبالتالي نحن شوي اختصاصنا تجميلي أكثر، فنحن بنركز أو أكثر على الترهل اللي بيصير بالجلد، بجلد الجفن نفسه، الجلد الخارجي وقت منقول الجلد، والطبقة الدهنية اللي بتكون تحت العين. نحن مثل ما بنعرف يعني الشخص لما بيخلق أكيد بيكون الجلد ممتاز وما في أي ترهلات وأي صحيح كذا. بس في عطول بنقول في نوعين من الجفون أو العيون، في شيء اسمه العيون المبطنة واللي نحن بنقول منحس زي في سماكة فوق على منطقة الجفن نفسها، هذه طبعا بتكون ولادية، يعني في ناس في فئة بتخلق بهذا التبطين من العين. هذا التبطين من العين أكثر الناس بتحسب أنه هو عبارة عن تراكم دهون، هو صح تراكم دهون بس لا بيجي لا هو من البدانة أو أي شيء، هو عبارة عن فتق، يعني نحن بنعرف الفتق بيكون موجود بالبطن، صح، هذا نفس الفتق أحيانا بيكون موجود بمنطقة الجفن، وبالتالي بتتراكم هذه الدهون بهذه المنطقة وبتعمل زي التبطين. هلا هذا التبطين أو الدهون لما بيتراكم زيادة بيعمل زي تقل على العين نفسها، وبالتالي بيساوي في ترهل بالجلد مع الوقت. لذلك بجوز حيجي السؤال بس أنا يمكن حسبق عليه، إنه عملية شد الجفون العلوية ما لها سن، يعني نحن صح أحيانا منقول إنه لما أوصل لعمر كذا معين صح. لا بس أحيانا بنبدأ فيها بعمر مبكر جدا لأنه بيكون في هذا التبطين أو الدهون الزيادة. خاصة ما أحب أقول لك دكتور، يعني السيدات كثير بيشتكوا من ذا الموضوع لأنه بيأزمنا وقت المكياج، الأيلاينر يطبع ما في مساحة، فموضوع مهم. صحيح، حتى العيون المبطنة أحيانا الكثير من السيدات فعلا بيعانوا منها في موضوع المكياج، لأنه زي ما قلت التبطينة بتيجي على العين، فبيصعب على الوحدة أنها تخترع يعني أشكال معينة للمكياج، أحيانا حتى بتتضايق من شكل العين وما تدرك أن هذا نوع معين من أنواع العيون وهي بتنولد فيه. خليني أقول صحيح. طب دكتور خليني أسألك، ما هو ارتخاء الجفن أو ما يسمى بالآي بتوسس؟ إن شاء الله أكون قلتها صح. صحيح، مية مية. هلأ مثل ما تفضلتي بس نحن نرجع نوضح أكثر، إذا الجفن هو الجلد اللي هنا، الحاجب هو اللي بيكون خط الشعر اللي موجود فوق. هلأ عطول نحن إذا بنطلع لازم تكون خط العين بخط مستقيم كده، مع تقدم العمر أحيانا بيصير في شيء اسمه آيبتوسيس، وبالتالي بنشوف زاوية العين ارتخت شوي لتحت. صح، هذا سببه انسدال الحاجب وانسدال الجفن، أو مثل ما تفضلتي ترهل العين. هذا السبب الرئيسي اللي هو تقدم السن. في أحياناً بتصير أحد اختلاطات مثلاً حقن البوتوكس. هذا السؤال المهم يا دكتور. ليش بنشوف أوقات بعض الأشخاص مع البوتوكس العين بتترهل؟ العين بتترهل تماماً. نحن هلأ إذا بدنا نحكي شوي بجوز نعطي سر من أحد أسرار المهنة، إنه نحن عطول لما بدنا نحقن بوتوكس في مسافات معينة نحن لازم تكون بين مكان الحاجب وبين مكان الحقن. يعني نحن لازم ناخذ خط عمودي على بؤبؤ العين ونحقن بالمناطق اللي ما بتتجاوز لبرا. لما بنحقن بخارج هذه الحدود اللي هي متعلمناها نحن كأطباء وبمكان مثلا أقرب للحاجب، بيصير ساعتها هو هذا خطأ طبي، بيصير في ترهل بالحاجب أو بتوسس بالحاجب، وبصير طبعا هو مؤقت لأنه البوتوكس مثل ما بنعرف 4 إلى 6 أشهر بيخرج من الجسم، فبصير في ترهل بسيط بالحاجب وللأسف ما بنقدر نتراجع فيه. في بعض الأطراف اللي بتحاول تصلحه بس لازم نستنى حوالي 2 شهر ليرجع يتراجع مع نفسه أو 3 أشهر. يعني الموضوع شوية بيطول. يعني لذلك أنا بقول البوتوكس بالأخير هو مثل الطبخ، كيمياء لازم ينعمل بخلطة معينة ويتحقن بأماكن معينة وبتركيز معين، لأنه زيادته حتقلب لشيء ما يكون حلو. أيوة صحيح. أكيد يعني كثير من النساء ما يدركوا هذا الشيء وقت ما يحقنوا حقن البوتوكس، أو يمكن ما بيذهبوا لشخص يعني خلينا نقول محترف يعرف المقاييس والأشياء اللي يقدر يركز عليها عشان يحقق النتيجة المطلوبة. طب هل يحدث في كلا العينين أو عين واحدة مثلا هي اللي بتتأثر؟ ما هو نحن كمان في شيء مهم، سؤال كتير حلو. نحن بنعرف عطول ربنا خلقنا يعني بشيء من نحن بنسميه السيمتري أو عدم تناظر، فحتى عضلة الجبين أو عضلة العين ممكن تكون عندك بجهة أقوى من جهة،
فاحيانا ممكن نعمل يصير في انسدال بعين اكثر من عين لانه قوه العضله هي مختلفه. صحيح. جميل. طب دكتور، هل مثلا ممكن يتم شد الجفون بطرق طبيعيه ولا يعني اغلبها بتكون تدخل جراحي او؟ طيب، نحن درجه ترهل الجفون طبعا اذا بدنا نرقمها 1 2 3، اذا كانت ابسط ما يمكن في بعض الاجهزه اللي هي خلينا نسميها زي الليزر، هي بنسميها جيت بلازما، بتعمل زي حروق بسيطه هنا بتخدير موضعي على الجفن وبتخلي الجفن ينكمش طبعا، بس هذا الانكماش بيصير على الجلد فقط. ايوه، اذا في تبطين لا غنى عن الجراحه. هذا رقم واحد. حتى لو كان تبطين نتيجه البوتوكس مثلا؟ هلا لا، هذا التبطين تبع البوتوكس هو اصلا مؤقت وحيروح بعد ما يروح تأثير البوتوكس. أيوة. بس اذا كان التبطين مثل ما حكينا بالحاله الاولى اللي هو وراثي. او كذا، هو اللي هو فتق دهني، فهذا لابد من الجراحه. فاذا كانت درجه اولى بالترهل بالجفن نحن بالجهاز ممكن تنحل، درجه ثانيه او ثالثه او اكثر فهي لازم الجراحه. العمليه بسيطه جدا، بتصير بتخدير موضعي والمريضة صاحية وكل شيء، بتاخذ من الوقت حوالي تقريبا نصف ساعة، بنشيل فيها الجلد الزايد وعلى طول بندور على المكان الدهون الموجودة وبنستأصل هذه الدهون وبنعمل طبعا خياطة تجميلية للجلد، والمريضة بترجع على البيت فورا حتى لو كانت سايقة سيارتها أو شيء. ما بيبقى أثر للعملية الجراحية دكتور؟ هذا المهم عند أكيد السيدات. شوفي، أنا عندي مبدأ بقوله على طول، الأثر لحتى يخف ويكون بسيط جدا محتاج حاجتين: جراح شاطر بيخيط طريقة كويسة، وجلد كويس. نحن الجلد مختلف، بنقولها بلغة العامة جلدي يلم كويس جلده يلم أقل، فلحتى تتحقق هذه المعادلتين ساعتها بنقول تقريبا الأثر ما بضل، عدا ذلك الأثر ممكن يكون ويكون خفيف. صحيح. طب العين المبطنة يعني فهمنا أنها وراثية، لكن بالنسبة لترهل الجفون هل ممكن يكون وراثي أو فقط بيحصل مع تقدم السن؟ هو غالبا بيحصل مع تقدم السن، بس بنرجع لشيء من شوي ذكرناه أنه نوعية الجلد. أنت عارفة في ناس يعني مثلا أصحابين البشرات السمراء بيكون عندهم جلد أسمك. صح. أمتن، وبالتالي هدول عندهم الترهل بيتأخر ليصير. البشرة كل ما كانت أبيض، اللي عم نحكي على البشرة الأوروبية أو كذا، هدول بيكون عندهم الترهل أسرع. زائد العوامل الأخرى اللي هي التعرض للشمس، عدم شرب الماء، عدة عوامل، التدخين، كلها بتأثر وبتسرع الترهل. صحيح. جميل. طيب دكتور، بالنسبة هل ممكن الأكياس الدهنية تسبب في تلف عضلات العين أو ترهل الجفن؟ أكيد. لما بنتأخر فيها فهي مثل ما تذكرنا هو الفتق، الفتق بيكبر مع الوقت شوي ورا شوي، وبالتالي بيصير بيضغط على عضلة العين نفسها وممكن يسبب مشاكل أعقد. طب خلينا دحين نبدأ في طرق العلاج أو طرق التحسين. هل في طرق طبيعية نقدر نعالج فيها ترهل الجفون، أو إذا حبينا نرفع الحاجب، أو كلها لازم تكون عن طريق الجراحة والخيوط أو البوتوكس أو إلى آخره؟ تماما. هلا مثل ما حكينا، الجفن نفسه غالبا إما الجهاز أو الجراحة اللي هي بسيطة وبتصير. بالنسبة للحاجب ومنطقة حول العين، طبعا في اليوم مصطلح يمكن هلا اكيد حتسالوني عليه، الكات ايز، الفوكس اي، دوبي كنت بسالك عنها. تماما. فعاده الكات ايز، فكره الكات ايز انه نحن الحاجب نفسه عم نرفعه من الطرف وعم نفتح العين من الجنب. هذه الاشياء بتصير بالبوتوكس وبتصير بالخيوط. بس طبعا نحن هون الشطاره فين بتصير؟ بتحديد الزاويه اللي حناخذ فيها الجفن نفسه أو الحاجب عفوا. فأنت إذا ما بتلاحظي، إذا بتلمسي على نفسك بتقولي بجوز أنا من هون الشدة بسيطة، من هون الشدة حتكون أحلى. فبيضل الدكتور بيحاول يعاين إنه كيف الشدة حتكون أحسن، وحيختار بعدين الخيوط اللي حيختارها، كم خيط وزاوية الخيط، وحيكون الشد بهاي الطريقة. هذا إذا عم نحكي على إجراء مؤقت، لأنه نحن بنعرف إنه البوتوكس والخيوط هي إجراء فترة. ممكن تفضل فترة وتروح. وفي إجراءات اللي هي جراحية، اللي هي بنعمل عبارة عن جراحة ومنشد الحاجب نفسه. بس أنا لو بدي أقول رأيي الشخصي، أنا مع الأشياء المؤقتة، لأنه أنا بقول هذه الأشياء اليوم كلها موضة ونحن عم نحكي فيها.